اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3، درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 44 اللي بعنوان البريمتر اند الاريا. الدرس بتاعنا النهارده درس جميل جدا، يعتبر ريفيجن على البريمتر والاريا علشان نفهمهم اكتر ونبقى شطار فيهم، علشان هنتسال فيهم كتير الدروس اللي بعد كده. طيب احنا لو انا عندي الريكتانجل ده وعندي الريكتانجل ده، البريمتر عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان البريمتر ده عبارة عن الديستانس اراوند ذا شيب، يعني ادي الريكتانجل اهو اللي معمول بالريد ده هو ده البريمتر، يعني بشوف الاوتر لينس اوف الايه اوف السايدز، الطول الخارجي للشكل. هنا في 4، هنا في 3، هنا في 4، هنا في 3 سنتيمتر، نعمل لهم كلهم بلس يديني البريمتر. طب هنا البريمتر كام؟ هنا البريمتر 14. طيب لو انا الشكل ده بقى عايزين نجيب له الاريا، الاريا بتاعته تبقى كام؟ احنا قلنا من درس الاريا، الاريا عباره عن كل السكوير يونتس اللي موجوده جوه الشكل، اللي هي ديت، دي اسمها سكوير يونتس اهي، دي اسمها سكوير يونت. سكوير يونت يعني يونت عباره عن سكوير. وبص على السيرفس ده كله او السطح كله واشوف كام سكوير يغطي لي السطح كله. كل السكويرز بقى اللي بتغطي السطح دي بنسميها الاريا. يبقى الاريا بتقيس سيرفس، لكن البريمتر بيقيس لينس او ديستانس. اوكي طيب نيجي نشوف التشيك جميل كده، بيقول لي هنا find the perimeter and the area of each of the following figures. ادي ريكتانجل وادي انذر ريكتانجل، بيقول لي ده كده 2 سنتيمتر 5 2 اند 5، يبقى البريمتر ايكوال ايه؟ 5 بلس 2 بلس 5 بلس 2، يبقى 5 بلس 2 بلس 5 بلس الايه؟ ال 2. تحط ال 5 على ال 5 يديني 10، و 2 2 يديني 4، 10 بلس 4 يديني 14. طب يلا الاريا، نجيب الاريا ازاي بقى؟ كل السكوير يونتس انسايد، عندي طريقتين، نعمل كاونتنج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اند 10. لكن انا عايزكم تعملوها بالطريقه الثانيه بتاعت الملتبليكيشن، بشوف الدايمنشن ده كام واشوف الدايمنشن ده كام واعمل لهم تايمز، يعني الاريا عندي هتيكوال كام؟ 2 تايمز ال 5 اللي هي كام؟ 10 سكوير سنتيمترز، لان انا عندي السكوير الواحد من ده السايد ده 1 سنتيمتر، يبقى ده بنسميه سكوير سنتيمترز، يعني سكوير عباره عن كل السايدز بتوعه 1 سنتيمتر. طب يلا هنا البريمتر عباره عن ايه؟ 6 بلس 3 بلس 6 بلس 3. 6 بلس 3 بلس 6 بلس 3. 6 بلس 3 9 و 6 بلس 3 9. 9 بلس 9 18. طيب الاريا نجيب الاريا ازاي؟ نقول كده 3 تايمز ال 6. 3 تايمز ال 6 اللي هي كام؟ 18. ناخد بالنا يا اولاد مش شرط عشان البريمتر طلع 18 الاريا تطلع 18، مش شرط. يعني زي هنا البريمتر 14 والاريا 10. يعني دي كده صدفة، يعني ده مش شرط. يلا نشوف another practice، بيقول لي find the perimeter and the area of each of the following figures. هنا عايز البريمتر، البريمتر يعني ايه؟ يعني اللينس اللي بره ده، كل اللي بره ده. يعني اشوف ده كده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، كل دول كده، ودي كمان معاهم ودي معاهم ودي معاهم. طب هنا 7 وهنا 3 و7 و3. نجيبها ازاي؟ نقول كده 7 البريمتر عندي 7 بلس 3 بلس 7 بلس 3. 7 بلس 3 يديني 10 و7 بلس 3 يديني 10، 10 بلس 10 يديني 20. يبقى البريمتر عباره عن 20 سنتيمتر، هنا السنتيمتر ده يونت بقيس بيها اللينس. طيب الاريا عندي ايكوال كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ونقعد نكاونت لحد ما نوصل لهنا. طب ما فيش طريقه ثانيه؟ فيه، ده عندي 7 متكرر 3 تايمز، يبقى 3 تايمز ال 7 في التيبلز تديني على طول ال 21. 21 ايه بقى؟ سكوير سنتيمترز. مين هو السكوير سنتيمترز هنا؟ اللي هو ده. ده كده. ده يونت بقيس بيها الاريا. بشوف السيرفس ده كله محتاج من اليونت دي قد ايه عشان اغطيه. لما جينا نبص عليهم كلهم لقيناهم 21. محتاج 21 سكوير سنتيمترز عشان اغطي كل الريكتانجل ده، يبقى الاريا بتاعته بكام؟ ب 21.
طب يلا هنا ده برضو ريكتانجل، البريمتر بتاعه كام؟ 6 بلس 1 بلس 6 بلس 1. 6 بلس 1 7 و6 بلس 1 7، 7 بلس 7 14. طب الاريا 1 تايمز ال 6، يعني ال 6 متكرره مره واحده، ادي 1 2 3 4 5 اند 6. طب 6 من ايه؟ من السكوير سنتيمترز دول. ده الجزء ده كده اتكرر 6 تايمز عشان اقدر اغطي كل الايه؟ كل السيرفس. لكن مين ال 14 دول اللي هم دول؟ ادي 1 سنتيمتر، وادي السكند، ثيرد، 4 سنتيمترز، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. عرفتوا بقى ال 14 دول فين؟ وال 1 من هنا فين؟ ال 1 من هنا هو ده، وال 1 من هنا الشرطه دي. يلا اللي بعد كده. الشكل ده البريمتر كام؟ 2 بلس 4 بلس 2 بلس 4. 2 بلس ال 4 بلس ال 2 بلس ال 4. 2 بلس 4 6، و 6 كمان يبقى 12. 12 ايه؟ 12 سنتيمتر اللي هو ده. يعني ده كده الحته دي كده متكرره 12 تايمز، 1 2 3 4 اند سو اون لحد ما ايه؟ ما نكمل. يبقى البريمتر بيقيس ديستنس او الاوتر لينس اوف ذا شيب. الاوتر يعني اللي بره، الطول اللي بره بتاع الشكل، عايزين نعرف قد ايه. طب الاريا ايكوال كام؟ 4 تايمز 2، ادي ال 2 متكرره 4 تايمز، يديني كام؟ يديني ال 8. 8 سكوير سنتيمترز. مين هو السكوير سنتيمتر؟ هو ده. فين هما ال 8؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى السيرفس كله قدرت اغطيه ب 8 من اليونت دي، يبقى الاريا بتاع الشكل ده 8 سكوير سنتيمترز. يلا نحل بسرعه بقى. البريمتر هنا ايه؟ هيبقى 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 اللي هي ايه؟ ال 3 متكرره 4 تايمز، يعني 4 تايمز ال 3 من التيبل تدينا كام؟ تدينا 12. طب الاريا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 3 تايمز 3 يبقى 9 سكوير سنتيمترز. اللي بعد كده يقول لي count the lens units to measure each side lens in each figure then calculate its perimeter and its area. ده كده 1 سنتيمتر، يبقى كل ده كام؟ ادي 1 2 3 4 5 and 6، يبقى ده كده 6 سنتيمتر، وهنا 2 سنتيمتر. يبقى البريمتر عباره عن ايه؟ 6 بلس 2 ودي كمان 6 ودي 2، يبقى بلس ال 6 كمان بلس ال 2. 6 بلس 2 يديني 8، 8 بلس 8 يديني 16. طب الاريا دي هنا بردك 2، 2 تايمز ال 6 يديني 12. 12 من مين؟ من السكوير سنتيمتر اللي هو ده، ده اسمه سكوير سنتيمتر، محتاج منه 12 عشان اغطي السرفس كله، وطالما السرفس كله بيتغطى ب 12 يبقى الاريا بتاعت الريكتانجل ده از 12. ها اللي بعديها ده 1 وده كده 1 وده كده 1 سنتيمتر. الحته دي كلها كام؟ دي ودي ودي عباره عن 3 سنتيمتر، ودي كده 2 سنتيمتر، ودي كده 4 سنتيمتر، والاثنين دول كده 2 سنتيمتر، وده 1. يلا البريمتر ايكوال كام بقى؟ نبص بقى هنا، نبدا من هنا من فوق، ادي كده 1 وده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نعدهم تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. يبقى البريمتر از كام؟ 14. طب الاريا يلا نعد السكوير سنتيمترز، مين هم؟ اهو ده واحد منهم اهو، يلا نعدهم كلهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9، يبقى هم كلهم كام؟ 9. نيجي مع بعضينا نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي كومبليت ذا تيبل ذن انسر. زي ما انتم شايفين في عندي جريد، جريد يعني مجموعه سكويرز كتيره،
وفي عندي هنا ريكتانجل وفي سكوير وده ريكتانجل وده برضك ريكتانجل. ايه المطلوب مني؟ هو هنا مديني الريجون يعني المنطقة، هنا الريد والجرين والبلو واليلو، ادي الريد الجرين البلو اليلو. طالب ايه؟ طالب البريمتر ان سنتيمترز والاريا ان سكوير سنتيمترز. طبعا سهل جدا. نيجي نشوف هنا يلا البريمتر كام. البريمتر عبارة عن ايه؟ كل الاوتر ديستانس دي، يبقى انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. يبقى الشكل ده البريمتر 18. طيب الاريا هنا عندي 3 يونتس وهنا عندي 1 2 3 4 5 6 وهنا 6. 3 تايمز ال 6 برضو ايه؟ برضو 18. يبقى انا هنا في الريد البريمتر ان سنتيمترز 18 والاريا برضو 18، وقلنا مش شرط ان هم يطلعوا زي بعض، ده دي كانت صدفه كده. نيجي اللي بعد كده الريجون الجرين، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى البريمتر از 20. ممكن كنت اجيبها ازاي؟ ده 5 وده 5 وده 5 وده 5، ونقول 5 بلس ال 5 بلس ال 5 بلس الايه؟ ال 5 اللي هي 4 تايمز ال 5 اللي هي كام؟ اللي هي 20. يبقى انا البريمتر عندي هنا از 20. طب الاريا 5 تايمز 5، 5 تايمز 5 يديني 25 اللي هي ايه؟ اللي هي 25 من السكويرز ديت. السكوير ده اسمه سكوير سنتيمتر، لما نيجي نكاونت كل دول يطلعوا 25. يبقى انا عندي البريمتر للجرين ريجون عباره عن 20 والاريا 25. نيجي نشوف البلو، يلا نكاونت، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى البريمتر از 12. ونشوف الاريا 1 2 3 4 5 6 7 8. نيجي نشوف اليلو، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 then 22. يبقى انا عندي اليلو البريمتر از 22 وعندي الاريا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 متكرره مرتين، يعني 2 تايمز ال 9 اللي هي الكام؟ اللي هي ال 18. بعد كده بيسالني سؤال جميل قوي، بيقول لي وات از ذا كلر اوف ذا جريتست ريجن ان اريا، مين عندي اكبر اريا؟ نيجي نبص هنا نلاقي 25 اللي هي انهي اريا؟ اللي هي الجرين. يبقى وات از ذا كلر، يبقى نكتب هنا ايه؟ جرين. طيب بيقول لي هنا arrange the perimeter of regions in an ascending order. ascending يعني من ال smallest لل greatest. مين هنا اصغر perimeter؟ اصغر perimeter اللي هو البلو، يبقى نكتب هنا اول واحد البلو. طيب وبعد كده مين بعد ال 12 اللي بعديها على طول 18 اللي هي الايه؟ اللي هي الريد. طيب وبعد ال 18 20، يبقى انا عندي الجرين. مين اكبر بريمتر عندي؟ اليلو. نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده، بيقول لي لوك ات ذا بيكتشر ذن انسر. انا عندي البيكتشر اهو زي ما انتم شايفين، في عندي جريد كبيره مكتوب لي باك يارد، باك يارد يعني الجنينه الخلفيه، وعندي الهاوس، في عندي هنا بيت في الحته دي كده، وعندي الوير هاوس اللي هو المخزن، وعندي سويمنج بول، في هنا حمام سباحه، وفي هنا جاردن، وفي هنا باركينج، يعني عندنا ارض وعليها بيت وفي حواليه ايه حاجات. طيب هو بيقول لي consider the side length of the small square on the grid is 1 meter، يعني نعتبر ان السكوير ده كده السايد بتاعه 1 متر. اوكي يبقى ده 1 متر. طب ايه اول سؤال؟ بيقول لي what is the area of the backyard، فين الباك يارد اهي؟
عشان نجيب الاريا نعمل ايه؟ نشوف الدايمنشن ده قد ايه؟ هنا 3 يبقى هنا 3 متر. طب وهنا نعدهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16. يبقى كل السايد ده 16 متر. نجيب الاريا ازاي؟ نقول كده يبقى الاريا عندي 3 تايمز الايه؟ ال 16. نعملها ازاي؟ احنا لسه واخدين الديستريبيوتيف بروبرتي، يعني ممكن ال 16 دي نقسمها 3 تايمز ال 8 بلس 3 تايمز ال 8. 3 تايمز ال 8 24، و 3 تايمز ال 8 24. نعمل يلا صم، 4 بلس 4 يديني 8، و 2 بلس 2 يديني كام؟ يديني 4. يبقى انا عندي الاريا بتاعتي عبارة عن 48 سكوير مترز، المرة دي سكوير مترز نوت سكوير سنتيمترز، لأن هو هنا بيقول لي ده 1 متر. يبقى كل دول كام؟ كل دول 48. لو عدينا كل دول نقوم 48. نيجي اللي بعد كده، What is the perimeter of the house؟ ناخد بالنا في السؤال، هو بيقول لي area ولا perimeter؟ لو قال لي area احنا عارفين بنعمل ايه، لو قال لي perimeter لازم اشوف الاوتر ايه؟ الاوتر لينس. نيجي نشوف هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10، ده كده كام؟ 10. وطبعا اللي قدامه اكيد برضو 10. نيجي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهنا 14 وهنا عندي ايه؟ 14. يبقى البريمتر بتاع الهاوس عباره عن ايه؟ عباره عن 10 بلس 14 بلس 10 بلس 14. 10 و 14 24. 10 و 14 24. نعمل لهم سم، 4 بلس 4 يديني 8، و 2 بلس 2 يديني ايه؟ يديني 4. يبقى البريمتر بتاع الهاوس از ايه؟ 24 مترز، المره دي مترز، لان هو قايل لي ده 1 متر. طيب يلا اللي بعد كده، Are the area of the warehouse and the area of the garden equal? Show your work. نشوف ال warehouse الدايمنشنز بتاعته ايه؟ 1 2 3 4 5 and 6، ده كده 6، وهنا 1 2. يبقى نكتب كده ال area of the warehouse عبارة عن ايه؟ 6 times 2 equal 12 square meters. طيب بالنسبة للجاردن نكتب كده الاريا of الجاردن equal هنا ادي 1 2 3 4 5 6 and 7، هنا 7 وهنا 2، يبقى equal 7 times 2 عبارة عن 14 سكوير مترز. طبعا ال 12 مش زي ال 14. يبقى هو بيسالني ار ذا اريا اوف الوير هاوس والاريا بتاعت الجاردن ايكوال؟ يبقى نو زي ارنت، هما الاثنين مش ايكوال. طب اللي بعد كده، ار ذا بريمتر اوف ذا باركينج اند ذا بريمتر اوف السويمنج بول ايكوال؟ ناخد بالنا بنسال على بريمتر، فين الباركينج؟ اهو هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كله 16 جه ازاي؟ هنا عندي 2 وعندي هنا ال 6 وعندي هنا 2 وعندي هنا 6. يبقى نكتب كده البريمتر اوف الباركينج ايكوال 2 بلس 6 بلس 2 بلس ال 6 ايكوال كام؟ 16 ايه؟ متر. عشان هو بيقول لي شو يور ورك، لازم نكتب له الايه؟ الشغل بتاعنا. طب نيجي نشوف مين السويمنج بول. السويمنج بول اهو هنا عندي 1 2 وعندي هنا 1 2 3 4 5 and 6 وهنا 6 وهنا طبعا 2 هنا 6، يبقى هما الاثنين زي بعض. يبقى عندي البريمتر اوف البول
هي equal 2 plus 6 plus 2 plus 6 اللي هي كام؟ اللي هي برضو 60 متر. يبقى الإجابة بتاعتنا yes they are طبعا equal. يلا اللي بعد كده نشوف اللي تشالنج. بيقول لي ليلى wants to put a new desk at the desk اهو in her room. She drew a picture of her room to help figure out where it will fit. يعني هي رسمت كده الأوضة بتاعتها علشان تتخيل كده هتقدر تحطه فين. هنا does ليلى have space for new desk؟ الديسك ده ليه مكان في الأوضة بتاعتها؟ لما نيجي نبص للديسك نلاقيه أكنه عامل إيه؟ أكنه 2 يونتس، يبقى ممكن يجي هنا. تمام؟ وما ينفعش يجي هنا عشان هنا لازق في البيت على طول، مش هيبقى جنب البيت على طول. وما ينفعش يجي هنا عشان هيبقى جنب الدور على طول. يبقى إحنا أفضل مكان ليه فين؟ هنا، ويبقى بعيد عن التيبل، يبقى هو ده الإيه؟ المكان اللي هيتحط فيه. يبقى هنا does ليلى have space for her new desk؟ نكتب yes she has. وهنا color where could she put it؟ طبعا احنا ايه لوناها هنا. وكده يا اولاد يبقى خلصنا lesson 44 اللي يعتبر كان مراجعه عن الاريا والبريمتر. درس سهل جدا، لازم نبقى شاطرين في حساب البريمتر وحساب الاريا علشان الحاجتين دول هيطلبوا منا كتير ان احنا نجيبهم بعد كده في المسائل. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم إن شاء الله.